طائر الطوقان من اغرب الطيور اللي هتشوفها في حياتك. منقاره كبير جدا في حجم جسمه تقريبا، وبيكبر معاه وبيعتمد عليه في كل حاجه، بيخوف بيه المفترسين وبيقشر بيه الفاكهه واللي تعتبر اكلته المفضله، ولما مش بيلاقي فاكهه بيستخدمه في صيد الحشرات والزواحف. الغريب في الطائر ده هو طريقه نومه، واللي لما بيجي ينام بتحس انه بيعمل اكروبات. قول لنا الطائر ده بيفكرك بمين بمنقاره؟